هذا يسأل عن حضور المعتكف، المعتكف إذا حضر الدرس هل يخل هذا باعتكافه؟ لا، الدرس من ذكر الله، ما دام الدرس في المسجد حضوره عبادة وهو يدخل في الاعتكاف لأنه من ذكر الله. أما إذا كان في مسجد آخر، لا، المسجد الآخر لا يروح للدرس، يبقى في المسجد الذي اعتكف فيه ولا يذهب للمسجد الآخر من أجل الدرس. نعم.